عظيم يجي يشوف حضرته 7000 سنة ويشوف تعامد الشمس على رمسيس الثاني معجزة إلهية وشيء فلكي عظيم. بدعو السياحة كلها والسياحة الداخلية ومصر إنها تيجي تشوف هذه المناطق العظيمة وهذه الحضارة الرائعة. السياح جايلها من كل مكان في العالم. أنا بدعو الشعب المصري كله يجي في فبراير برضو علشان يشوف هذا الحدث بيتكرر مرة تانية. كل سنة وانتم طيبين. جاهل الدنيا كلها بقول لهم تعالوا شوفوا أسوان آمنة، أسوان آمنة، مصر كلها آمنة. احنا شايفين آلاف الناس موجودين حوالينا في كل مكان بيسعدوا برؤية الظاهرة الفريدة اللي بتحصل مرتين على مستوى العام كله بالكامل، ودي ظاهرة على مستوى العالم كله تعتبر فريدة لأنها ميكس ما بين علم الفلك وعلم الهندسة ودقة المعايير اللي اتخذ بها بناء هذا الصرح العملاق العظيم. الحقيقة منظر يعني أنا سعيد جدا إن بشوف المنظر ده بيتكرر عندنا مرتين كل سنة.